نروح لمباريات اليوم النهارده في مباراتين في استكمال الجوله الاولى والاسبوع الاول من الدوري المصري خمسة ونص بيراميدز هيستضيف مصر المقصه على استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو والساعه 8 المباراه المنتظره والمرتقبه الاسماعيلي يستضيف الاهلي على استاد برج العرب الساعه 8 مباريات دور ال16 في كاس الرابطه الانجليزيه الساعه 9 الا ربع خمس مباريات ستوك سيتي يستضيف برينتفورد وستهام هام يونايتد يستضيف مانشستر سيتي ليستر سيتي يستضيف برايتون بيرلي يستضيف توتنهام بريستن نورس اند يستضيف ليفربول مباراة اليوم في الدوري الاسباني الساعة 7 في مباراتين ريال مايوركا يستضيف إشبيلية، رايو فاليكانو يستضيف برشلونة الساعة 8 ريال بيتيس يستضيف فالنسيا الساعة تسعة ونص ريال مدريد يستضيف اوساسونا ولقاءات اليوم في الدوري الايطالي النهارده مباريات مهمه جدا وقويه في الدوري الايطالي ستة ونص البدايه يوفنتوس يستضيف ساسولو سان بيتوريا يستضيف اتلانتا ستة ونص ايضا اودينيزيا يستضيف هيلاس فيرونا والساعه تسعة الا في ختام المباريات ثلاث لقاءات في توقيت واحد كالياري يستضيف روما امبولي يستضيف انتر ميلان واخيرا وليس اخيرا لاتسيو يستضيف فورنتينا لقاءات مهمة سواء في الدوري الإيطالي الإسباني لكن طبعا كل هذه المباريات تتنحي جانبا طالما الأهلي اليوم سيلعب في الدوري أمام الإسماعيلي